مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. جزيرة مصيرة الوادعة في مياه بحر العرب هي أكبر جزيرة في السلطنة، تصل مساحتها إلى حوالي 650 كيلو مترا مربعا، ويقطنها حوالي 10,000 نسمة، وأكثر ما يشتغلون فيه هو النشاط السمكي والتجارة والسياحة والحرفيات. ذكر المؤرخون والرحالة الأدوار التاريخية لهذه الجزيرة، إذ كانت محطة حيوية للقوافل التجارية البحرية. قال عنها ياقوت الحموي في معجم البلدان: مصيرة جزيرة عظيمة في عمان توجد بها عدة قرى. حظيت الجزيرة كغيرها من الولايات بنصيب وافر من عطاءات هذا العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، أبقاه الله بوجود أكثر من 20 دائرة ومكتبا ومركزا حكوميا تقدم مختلف الخدمات للمواطنين أبناء مصيرة. تعرف بجزيرة أصداف البحر، ويجتذب جمالها الطبيعي المتوزع بين الرمال والسلاحف والطيور والشعب المرجانية ومياه البحر الفيروزية والمناخ المعتدل مئات الزوار من داخل السلطنة وخارجها على متن رحلات سلاح الجو السلطاني العماني والعبارات الوطنية والطيران الخاص. المتجول في أسواق مصيرة يرصد تماما أن وجه الحياة الاقتصادية يتغير هنا بوتيرة أسرع، فهناك نشاط تجاري ملموس، بينما يسجل قطاع الفنادق نسبة إشغال عالية تصل إلى 100%، رصدنا ذلك خلال فترة تواجد البرنامج في الولاية. النشاط السمكي يشكل العمود الفقري لاقتصاد الجزيرة، فمع الشروق والغروب يكتظ المرسى الحالي بعشرات السفن والقوارب المحملة بأجود أنواع الأسماك، بيد أن وزارة الزراعة والثروة السمكية خصت البرنامج بتصاميم مشروع ميناء الصيد البحري الجديد المزمع إنشاؤه في الجزيرة بتكلفة إجمالية تقدر ب 22 مليون ريال عماني، ويشمل أنشطة الثروة السمكية وخدمات شرطة عمان السلطانية والشركة الوطنية للعبارات مع ناد لليخوت. واقع النشاط السمكي في مصيرة يواجه بعض التحديات وهي ملموسة في المرسى، كتغلغل الوافدين في الصيد ومنافستهم للمواطنين واستنزاف الثروة السمكية، ومع اتخاذ خطوات بتوفير زورق مراقبة حديث، إلا أن القائمين على المراقبة تحدثوا عن تجاوزات لقانون الصيد البحري ويطلبون تعزيز عمليات المراقبة بإمكانات أكبر ومراجعة بعض الأطر التنظيمية المتعلقة بالنشاط. ويقول مصرفيون إن تحويلات الوافدين من الجزيرة في تزايد مستمر، حيث تقدر سنويا بمئات الآلاف. رؤية اقتصادية يحييكم من جزيرة مصيرة في حلقة خاصة من جزئين نقدمها لحضراتكم من على متن العبارة جوهرة مصيرة، دعما لمجهودات العمل الوطني القائم في هذه الولاية وتعزيزا للدور المجتمعي الهادف إلى تنمية وتطوير الجزيرة. ويسرني أولا الترحيب بضيوف هذه الحلقة من مسقط، معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، ومن هنا من ميناء مصيرة سعادة الشيخ طلال بن سيف الحوسني والي مصيرة، الشيخ عبد الله بن خليفة المجلي رئيس المكتب التنفيذي لجزيرة مصيرة الصحية، الأستاذ مهدي بن محمد العبدواني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبارات، والأستاذة سمتة بنت علي العويسية رئيسة جمعية المرأة العمانية بمصيرة وعضوة المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية. أرحب بالضيوف الأعزاء في برنامج رؤية اقتصادية وهذه الحلقة الميدانية التي تأتيكم من على ظهر جوهرة مصيرة من ميناء مصيرة. كما نرحب بكم مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفاصل، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. We'll be right back.
الاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني لأي بلاد كانت هو في الحقيقة يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة. هذه هي الأسس، أسس كل الاقتصادات الوطنية، هي الأساس، هي الأساس. وبعد ذلك لابد أن تضع أساس، والأساس يبنى، يعني تبني فوق الأساس بعدين وتطلع طابق وطابقين وثلاثة حسب الأساس الموجود. يعني في كل العالم، في كل العالم هذه الصناعات الكبرى التي أصبحت صناعات كبرى هي بدأت بصناعة متواضعة وثم نمت وأصبحت صناعات كبيرة. هذا في 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 جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات. البحر، نهتم بهذا البحر أيضا، هذا البحر، واهتم العماني، يهتم بالبحر منذ الأزل، كان في أسفاره وإن كان أيضا في 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 مورده المعيشي اللي هو هذه الأسماك. وهذه حقيقة مهمة جدا أن نحافظ على هذه الثروة وننميها وننميها. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ثانية في برنامج رؤية اقتصادية، وهذه الحلقة الخاصة التي نبثها من جزيرة مصيرة، وعلى وجه التحديد من العبارة جوهرة مصيرة. نتناول فيها مختلف المجالات في هذه الجزيرة، أيضا عطاءات النهضة المباركة ومشروعات التطوير في جزيرة مصيرة. سعادة الوالي، أبدأ من معك مباشرة. واضح جدا أن وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية يتغير هنا بوتيرة أسرع في جزيرة مصيرة. ما هي مقومات هذا التغير؟ مضى عليك أكثر من عام واليا في هذه الولاية. في البداية أرحب بك أخي عبد الله، وأرحب بطاقم رؤية اقتصادية، وحقيقة نحن فخورين وكل اعتزاز بجهود الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بتسليط الضوء على هذه الولاية العريقة. وحقيقة الأمر هذه الولاية توجت خلال سنوات عصر النهضة المباركة بالكثير من الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن مولاي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. ما في شك أنتم شاهدتم أخي عبد الله أثناء زيارتكم بداية الزيارة أنه عناصر الحياة المختلفة من خدمات حكومية وغيرها يعني ينهل منها المواطن،
ويلتمس أيضا المواطن منها كثير من الخدمات التي يعني تعينه على هذه الحياة وعلى تقديم خدمات الضرورية التي قد يراها. نعم، ويتحرك في فلكها أيضا. ما في شك. أنت ذكرت قبل قليل حقيقة وإحصائيات حقيقة مؤكدة، وجود أكثر من 20 يعني مؤسسة حكومية مختلفة يعني تعنى بتقديم الخدمة للمواطن ورعايته وازدهاره في حياة يعني كريمة. كثير من التطور الذي حصل والنمو المتسارع أخي عبد الله السنوات الماضية، الجزيرة مرت بمراحل من التطوير والحضارة، وحقيقة الأمر كونها جزيرة فالموقع الجغرافي أيضا قد يكون يعني من المواقع التي لا تساعد يعني تنمية متواصلة بشكل ما هو في البر الآخر أو في المنطقة الأخرى، كونها جزيرة وبالتالي التنمية تأخذ مسارات يعني تكاد مكلفة نوعا ما لتقديم الخدمة وتقديم ما هو يعني جلي للمواطن. لكن واضح أنها قائمة بوتيرة حقيقة متسارعة. نعم. كما ذكرنا في بداية البرنامج سعادة الشيخ، نجد هناك أكثر من 20 دائرة ومركزا ويعني مكتبا حكوميا تقدم خدماتها للمواطنين هنا في الجزيرة. نعم. ما هي الجهود التنسيقية من خلال متابعاتكم الحثيثة بين كل هذه المصالح الحكومية في مشروع تطوير الولاية وخاصة تدعيم بنيتها الأساسية؟ صحيح، ما في شك أنه يعني كل جهة مترابطة مع الأخرى. لو جئنا أخي عبد الله في مسألة التخطيط العمراني فنحن محتاجين لتنسيق أيضا مع جهة وزارة الإسكان والتي تمثلها حقيقة في ولاية مصيرة دائرة الإسكان، وبالتالي أيضا هناك قنوات أخرى نحاول قدر ما نستطيع أن نجمع هذه الجهات في 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 يعني باكورة واحدة تؤدي العمل الحكومي كتنمية. رأينا القطاع البلدي، رأينا القطاع البيئي، رأينا القطاع السياحي، كل هذه القطاعات يعني تلتف حول إطار واحد وهو التطوير ومسايرة أيضا النمو المضطرد للجزيرة. النمو السكاني أخي عبد الله أيضا يدعو أنه نركز على قضية التوسع في العمران، فالكثافة السكانية والجزيرة واسعة باعتبارها من أكبر الجزر العمانية. نعم، هي من أكبرها أكبر الجزر العمانية وأجملها كذلك، لكونها تضم على سواحل خصبة بكر، يعني ناهيك أيضا عن وبها جزر أخرى متناثرة. نعم، سبقت الحديث أنه في جزر أيضا أخرى يعني مرتبطة بجزيرة مصيرة. هذا هل يمكن نعم. يعني مشاهدة مشاريع استثمارية سياحية في هذه الجزر الصغيرة التي تتبع جزيرة مصيرة؟ حقيقة في الوقت الراهن أخي عبد الله نحن يعني نمشي بوتيرة الشقق الفندقية في نطاق المنطقة السكنية اللي احنا بصدد مركز الولاية. مركز الولاية واضح أن نعم. الحركة العمرانية، حركة الإنشاءات والبناء صحيح. يعني سريعة جدا. بالضبط. هل من دلالات معينة في هذا الموضوع مثلا؟ ما في شك على المستوى السياحي، على المستوى الاجتماعي. صحيح يعني. صحيح، هو المستوى أقدر أقول أنه هناك يعني الاهتمام الاقتصادي من جانب، وهذا أيضا النمو السكاني في مسألة يعني المنتج الأهم عندهم وهي حرفة الصيد، وما في شك أن القطاع السمكي قطع شوط كبير في هذه الجزيرة. يمتهن هذا القطاع أبناء الجزيرة وأهل الجزيرة، يكاد أنه هو المصدر للرزق الذي حقيقة يسعى كل مواطن، المصدر الأول بطبيعة. ومصدر الأول ما في شك. الشيء الآخر أنه التنمية مثل ما ذكرت لك أخي عبد الله تتماشى مع النمو السكاني، وخطط الحكومة كانت أيضا تراعي هذا الجانب، فالقطاع المياه كان أيضا مواكب وموازي للنمو المضطرد للولاية وسكان الولاية. القطاع الكهرباء كذلك، قطاع الطرق أيضا المواصلات، النقل البحري، النقل الجوي، كل هذه مرت بمراحل يا أخي عبد الله. اليوم نرى في هذا الميناء نحن نقف كثير من العبارات تعمل، جهود حقيقة الشركة الوطنية للعبارات حركة كذلك. نشطة في الواقع، حركة نشطة، وبالتالي هذا أيضا يدعو للنمو داخل اليابسة، داخل ويستدعي الاستثمار بالضبط. نعم. ما في شيء. يعني ربما رؤية اقتصادية ينفرد بخبر أن التشغيل التجريبي لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في مصيرة سينطلق الأحد المقبل، هل لك أن تعطينا مزيدا من التفاصيل سعادة الوالي؟ حقيقة الأمر بالفعل لكم السبق أخي عبد الله في هذا الجانب، وسيبدأ يوم الأحد إن شاء الله البث أو التشغيل التجريبي أيضا يعني كخطوط أولية، وبالتالي سيكون هناك مراحل لمرحلة تشغيل محطة توليد الطاقة الجديدة. هذه المحطة أخي عبد الله ستنقل أيضا الولاية إلى نقلة نوعية كبيرة وتزودها بالطاقة، ما في شك. ونحن الآن على أمل أنه هناك توسع عمراني، توسع سكاني، توسع سياحي، واستثمارات قادمة إلى هذه الجزيرة. وجود الطاقة، وجود مثل هذه الخدمة يعني التي تمكن أيضا حقيقة الاستثمارات
أن تكون حاضرة في هذه الجزيرة. فأيضا نبشر أهالي الجزيرة أنه على الأحد القادم إن شاء الله سيكون هناك يعني اللي هو البدء التشغيل التجريبي لهذه المحطة. نعم شيخ عبد الله أنتقل إليك مباشرة، وأنتم مندمجون في اقتصاد الجزيرة، ما هي العوامل برأيك التي تدفع هذا الاقتصاد، اقتصاد ولاية مصيرة، إلى النمو السريع، جذب المستثمرين؟ هناك طلبات واضحة من قبل المستثمرين للمشاريع السياحية في ضوء التنوع الكبير في الجزيرة للمناخ، البيئة، الحياة الطبيعية والفطرية. يعني كثيرون يربطون الجزيرة بالبحر، ولكن هناك أيضا أوجه أخرى لجزيرة مصيرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية باسمي وباسم أهالي ولاية مصيرة نتقدم وندعو لله سبحانه وتعالى أن يتم الصحة والعافية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظ الله ورعاه. لا شك أخي عبد الله أن مصيرة تتميز بموقعها الجغرافي والاستراتيجي والمطل على بحر العرب والمحيط الهندي، بما أن أخذت شهرة عالمية، وفي السابق كان الإسكندر المقدوني الذي اتخذها كاستراتيجية الجزيرة لعمله كقاعدة في هذه الجزيرة. وطبعا بالنسبة للسفن الغادمة والمتجهة من مصيرة إلى شرق أفريقيا أو المحيط الهندي، فتعرف أنت بالنسبة للتبادل القديم، أنا بتكلم عن التجارة القديمة في السابق، كانت مصيرة تصدر الأسماك المجففة ومنها أسماك المالح وأسماك القرش والأسماك المتنوعة الثانية بالنسبة الصافية وغيرها، والتزود بمياه العذبة، وهذه نقطة ربما كثيرون لا يعرفونها أن نعم مصيرة بها مياه عذبة، بها آبار عذبة. نعم مصيرة فيها ما يقارب تقريبا 276 بير في مصيرة. فكانت السفن في الزمان القديم توقف في مصيرة للصيانة وفي نفس الوقت لزيادة الماء والمواد الغذائية، بالإضافة إلى نقل هذه الأسماك إلى الأسواق الخارجية. هل تستعيد مصيرة هذا المجد التجاري والاقتصاد الآن؟ نعم. من خلال هذه النهضة الكبيرة العمرانية السياحية، خدمات النقل البحري التي تتزايد كثير الآن، كثير من الخدمات تتأتى لسكان الجزيرة وللقطاع الخاص عموما. كيف نستشرف مستقبل اقتصاد الجزيرة؟ والله المستشرف إن شاء الله شيء واعد، خاصة بالنسبة لرافد أنا أشوفه بالنسبة للاقتصاد. أنت عارف أن مصيرة غريبة ومحيطة بالنسبة لمدينة الدقم التجارية، وهذا قريب جدا ما يقارب تقريبا 100 وشيء كيلو متر، فهذه يعني نعتبرها النقل الثاني على أساس أنه تصدر إلى الخارج عن طريق الدقم، لأن الدقم ميناء الدقم الكبير، وإن شاء الله بيكون ميناء في مصيرة، فهذه بتكون نوعية اقتصادية إضافية إلى الدخل للسلطنة إن شاء الله. شيخ عبد الله، يعني كما ذكر سعادة الوالي، النشاط السمكي هنا في جزيرة مصيرة يشكل العمود الفقري والمصدر الأساس لسكان الجزيرة منذ القدم، ويعتبرونه مصدر رزقهم الأول، واضح جدا يعني. اليوم لكن يتغلغل الوافدون في هذا النشاط، كيف تعملون مجتمعيا على الصعيد المجتمعي على حماية هذه الثروة من خطر الاستنزاف ربما الواضح، وأيضا حماية فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع، فرص عمل مجزية جدا لكم لسكان الجزيرة وللأجيال المتعاقبة من سكان وأبناء هذه الولاية؟ أكيد ولا شك عبد الله. أخي عبد الله، بالنسبة أنت تعرف الثروة السمكية يجب الحفاظ عليها، وأنا أدعو من هذا البرنامج الشيق الطيب لاستغلال المستدام، استغلال أساس أن كل مواطن أساس أن يحافظ عليه هذه الثروة، وهذه ثروة قادمة للأجيال القادمة، ولا نعطي فرصة للوافد العبث فيها بما يشاء يعني. أما بالنسبة كاستفادة من هذه الثروة، وأنا أدعو حقيقة والمعالي الدكتور فؤاد بما أنه على الخط مباشرة إن شاء الله، أساس أن يكون في جمعية أهلية صياد بالخاصة للصيادين، أو شركة أهلية للصيادين، فهذه الشركة بتكون يعني بما أن موقع المصيرة في كجزيرة وموقعها الاستراتيجي بالنسبة خاصة تصدير الأسماك، فهذا بيعطيه دافع اقتصادي جدا. فلو بس نتمنى من وزارة الزراعة والثروة السمكية ومن الحكومة أساس تخصيص خاصة للشركة هذه، الشركة الأهلية، بدعمه بالسفن، أساس أن الشاب الطموح الذي
يوجد لديه غارب صغير بإمكانه أن ينتقل إلى الأدوات الحديثة والتي الحكومة تناشد في أعماق البحار في أسماك غير مستغلة. فنتمنى نحن لوقفة الوزارة معنا، وإن شاء الله الشباب رايحين على أساس أنهم يكونوا معهم يدا بيد والحفاظ على هذه الثروة. وهناك أيضا بشائر خير يعني نقدمها في برنامج رؤية اقتصادية، لأول مرة نبث تصاميم مشروع ميناء الصيد البحري في جزيرة مصيرة. أنتقل إلى معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية الذي ينضم إلينا من مسقط. معالي الوزير أهلا بكم في رؤية اقتصادية ونحن في مصيرة. معالي الوزير مساء الخير. مساء النور والسرور، حياكم الله يا أخي. معاليكم، ما هي المراحل التنفيذية لمشروع ميناء الصيد البحري في جزيرة مصيرة في ضوء تنامي النشاط السمكي والتجاري عبر هذا المنفذ الاستراتيجي؟ فعلا مثل ما تفضلت أخي الأستاذ عبد الله، الإنتاج من الثروة السمكية، القيمة وعدد الصيادين وعدد القوارب كله بارتفاع ملحوظ خلال السنوات الماضية، وهذا يدل على المقومات المتوفرة في ولاية مصيرة، وكذلك على إقبال يعني المهتمين بهذا النشاط. لهذا سعت الدولة وخصوصا الوزارة إلى توفير بعض الخدمات الأساسية، منها تطوير الميناء. طبعا الميناء هو ميناء متعدد الأغراض، راح يخدم طبعا أنشطة الوزارة للصيادين أصحاب القوارب واللنجات، ومستقبلا سفن الصيد الساحلي. راح يقدم الخدمات لشرطة عمان السلطانية خطر السواحل، وأيضا راح يخدم العقارات لشركة الوطنية، وراح يكون عندنا نادي لليخوت. احنا حاليا تقريبا خلصنا الأعمال الاستشارية بقيمة حوالي 750 ألف ريال عماني، وجاهزين الحقيقة للمرحلة القادمة اللي هي مرحلة طرح المناقصة للحصول على العروض الميناء والخدمات المتوفرة فيها. طبعا الظرف الحالي قد يحتم علينا نبحث عن بدائل لتطوير الميناء والخدمات المتوفرة فيها. انت عارف يمكن الصور موجودة معاكم، احنا عندنا مكاتب، احنا عندنا سوق عصري للأسماك، عندنا محلات تجارية، عندنا صالة للعبارات راقية، عندنا نادي اليخوت أيضا نادي راقي بيكون حتى يخدم الزوار سواء كان والسياح من داخل السلطنة ودول المنطقة إن شاء الله. نعم. طيب معاليكم، ما هي الطاقة الاستيعابية للميناء الجديد سواء كانت على مستوى السفن السياحية أو سفن الصيد؟ يعني الميناء راح يشكل نقلة كبيرة جدا في مستوى الخدمات والطاقة الاستيعابية المتوفرة لكل هذه الخدمات. طبعا احنا وضعنا الحقيقة تصور بالنسبة للسنوات القادمة، راح يكون عندنا أرصفة تستطيع ان يعني هي ثلاث أرصفة راح تكون او حوالي عندنا أرصفة ثابتة 250 متر للأنشطة السمكية، عندنا 340 أرصفة طول أرصفة لشرطة عمان السلطانية، وعندنا 110 متر كرصيف للجانب السياحي. الأرصفة العائمة راح يكون عندنا ثلاثة للنشاط السمكي، اثنين للشرطة وواحد للسياحة وللمارينا. لدينا يعني مساحات كافية بالحقيقة للتوسعة لسنوات عديدة قادمة لاستيعاب كل هذه الزيادة المطلوبة على الميناء. متى تتوقعون معالي الدكتور البدء في تنفيذ المشروع، الأعمال الإنشائية، بدء الأعمال الإنشائية؟ والله احنا مثل ما قلت لك جاهزين في الحقيقة، يعني بالنسبة للتصاميم وجاهزة هي كلها. كنا نأمل إن شاء الله في هذه الخطة أنه يكون لنا نصيب لهذا الميناء، لكن النظام حاليا يستدعي تأجيل لفترة محدودة نأمل قبل البدء بالحصول على العروض، وأيضا نفكر ببدائل لهذا الميناء، يعني احتمال نشارك القطاع الخاص في تطوير البنى الأساسية سواء كان كلها أو بعضها أو إضافة خدمات أخرى على غرار ما بدأنا نعمله في مواد أخرى
ومع مؤشرات طيبة إقبال من المستثمرين لتطوير هذه المواد. يعني هل وارد في ظل ربما الظروف الحالية، الظروف المالية، أن يقدم مشروع الميناء لمستثمر مثلا جزئيا أو كليا ربما معالي الدكتور؟ هذا الشيء وارد، مثل ما قلت الحقيقة بدينا في بعض الموانئ، بدينا بميناء بركة، ونأمل إن شاء الله الإعلان قريبا جدا عن توقيع اتفاقية مع أحد المستثمرين. وميناء بركة راح تكون قرية الحقيقة متكاملة الأركان، سياحي، تجاري، خدمي، وراح يكون أيضا للجانب أخواننا الصيادين ومرتادي البحر. راح يكون في فندق، راح يكون في مول، مجمع تجاري، أسواق. نأمل إن شاء الله أيضا نستطيع أن نحقق نموذج مشابه لمصيرة من خلال الشراكة مثل ما قلت مع القطاع الخاص. أعماق المراسي معاليكم، أعماق المراسي هل قابلة ل... 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 يعني لاستقبال سفن كبيرة؟ الأعماق الموجودة حاليا هي 5 متر، هي كافية لسفن الصيد الساحلي، اللنجات، السفن الخاصة في خفر السواحل، فهذه هي أعماق مريحة، فبالتالي يعني تتيح المجال لهذا النوع من السفن لاستخدام الميناء. هل أخذ المشروع في الاعتبار إمكانية قيام شركات صغيرة ومتوسطة في مجال الإنتاج السمكي استفادة من خدمات الميناء والاشتغال على القيمة المضافة للنشاط السمكي في جزيرة مصيرة معاليك؟ في الحقيقة مكونات الميناء في مجموعة من الخدمات التي يفترض أن تعطى للشركات الصغيرة والمتوسطة ولأبنائنا وإخواننا من الصيادين، كثير لهم فرص العيش الكريم والبدء. يعني إحنا عندنا محلات تجارية على سبيل المثال، عندنا مناطق تجارية أيضا موجودة، عندنا مثل ما قلت أرصفة لتتيح، وخصوصا الوزارة هي مقبلة على منح تراخيص لسفن الصيد الساحلي والقوارب المتقدمة. هذه ستعطى أساسا للعاملين العمانيين وتتيح لهم فرصة الاستفادة من المقومات الثروات البحرية الموجودة في ولاية مصيرة. نعم، شكرا جزيلا لك معاليكم، وسنعود إليك في محور آخر في سياق هذه الحلقة. رحلة الشتاء والصيف في جزيرة مصيرة. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم لمتابعة هذا اللقاء.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ثانية في برنامج رؤية اقتصادية، وهذه الحلقة التي تأتيكم من جزيرة مصيرة. أستاذ مهدي، شنة وجوهرة مصيرة التي نبث فيها هذا البرنامج، تقومان بحوالي 48 رحلة أسبوعيا من شنة إلى مصيرة، وأيضا من مصيرة إلى شنة عودة وذهابا. واضح أن هذا الخط يشكل مركز ثقل لعملياتكم سواء الوطنية أو التجارية. نعم، مثل ما ذكرت أخي عبد الله، أول شيء في البداية طبعا نرحب بكم، وإحنا سعيدين جدا باستضافتكم واستضافة الفريق البرنامج رؤية اقتصادية والضيوف الكرام على متن جوهرة مصيرة، وهذا التشريف لنا. بطبيعة الحال مثل ما أنت ذكرت، حاليا من ضمن الأسطول العبارات الوطنية عبارتين شنة وجوهرة مصيرة، هما مخصصات لخدمة أهل الجزيرة من خلال الخط البحري من شنة إلى مصيرة، واللي يمتد في حدود 11 ميل بحري في حدود 20 كيلومتر. نقوم بعدد ساعة الرحلة لمدة ساعة تقريبا 50 إلى ساعة تقريبا، نعم، كل 45 دقيقة حسب ظروف البحر أيضا. متوسط يعني، نعم، 48 رحلة، 24 رحلة لكل عبارة رايحة جاية. طبعا رحلات تبدأ من الساعة 9 صباحا إلى حد الساعة 6 المساء يوميا. في المناسبات والأعياد طبعا هناك في تنسيق مسبق مع مكتب الوالي والشيوخ الجزيرة، أساس نقوم بأيضا تسيير رحلات تمتد إلى 12 رحلة في اليوم الواحد. فحاليا عبارتين تقوم بهذه الخدمة بجانب العبارات الأهلية تابعة للمواطنين شنة ومصيرة. نعم، كيف تقدرون الطلب على خدمات النقل البحري في ضوء تزايد رحلات العبارات الوطنية من وإلى مصيرة عبر شنة؟ احنا بدينا في اغسطس 2014 في تدشين الخط، 14 اغسطس 2014، وحتى تاريخه اليوم نحن نتكلم في شهر اكتوبر 2017، قدرنا خلال هذه الثلاث سنوات نحن ناخذ تقريبا 40% حصة من السوق. لكن لما نرجع إلى نسبة الإشغال على العبارة، تشوف إن حجم المسافرين يوميا تقريبا في الشهر الواحد على متن عباراتنا يتراوح إلى بين 12 إلى 15 ألف راكب في الشهر الواحد. الحركة السنوية على من سكان الجزيرة وغير سكان الجزيرة، من سكان الجزيرة ومن غير سكان، خاصة فترة الأخيرة لاحظنا من قطاع أعمال، هل قطاع رجال أعمال السواح بالدرجة الأولى طبعا بجانب المواطنين القاطنين في الجزيرة، الجنسية الألمانية لاحظنا أنهم النسبة الأكبر في واضح جدا ولافت أستاذ مهدي أن نسبة الأشغال عالية في الفنادق هنا وفي الشقق الفندقية وفي المرافق الإيوائية، هل لذلك دلالة معينة ربما تقودكم إلى منتج آخر للاشتغال عليه وهو الأفق التجاري، بحيث تعملون على توقع الحركة السياحية في غضون السنوات القليلة القادمة، وبالتالي تقدمون حزم سياحية متكاملة للسياحة؟ وضعنا برامج وعروض ترويجية في الفترات الترويجية، خاصة في فترة الخريف، وهذه الفترة هي فترة الأوج السياحة في بصيرة، تمتد لحد شهر 3 القادم إن شاء الله، شهر مارس. أيضا قمنا بالتنسيق مع بعض الفنادق، لكن للأسف مثل ما ذكرت محدودية الفنادق في الجزيرة، هو عندنا منتجعين مصيرة تابعة لشركة عمران، لكن بعض المواطنين أقاموا بعض الفنادق، في فنادق فندقية، لكن كثير من السواح لاحظنا أنه يحبوا نظام التخييم على الجزر وعلى الشواطئ والرحلات البحرية، الرحلات البحرية نعم، وأيضا ممارسة الرياضات البحرية والرياضات المائية. بعض السكان هنا الذين التقيناهم حقيقة يعني يطرحون يعني فكرة رحلة مسائية ليلية، ربما السابعة والنصف أو الثامنة، ربما الآتي من أماكن بعيدة، ربما من مسقط حتى يصل إلى شنة يأخذ جزء من الوقت مع ظروف الطريق، هل تفكرون في هذه الجزئية، في هذه الفكرة؟ هو التنسيق قائم بين إدارة العمليات ومكتب الوالي وبعض الجهات المدنية والأمنية. لو وصل طلب من هذا النوع هل ممكن؟ إذا وصل طلب، وصل الطلب وقمنا بتلبية الرحلات مثلا في حالات الطارئة بالليل، ده بخلاف الطارئة تكون رحلة ليلية، لمسنا أن أكثر الرحلات تتوقف ما بعد الساعة 6، تبتدي من الساعة 4 فجر طبعا خلال العبارات الأهلية، احنا نبتدي من الساعة 9. ايضا هذا التوقيت ايضا كان بالتنسيق مع الاخوان هنا في مصيرة، لكن اذا كان هناك في اي طلب من سعادة الشيخ موجود حاليا معنا والاخ عبد الله موجود، فاحنا مستعدين لتسيير رحلات اضافيه من بعد الساعه 6 والساعه 7 في ضوء الحاجه.
في ضوء الحاجة طبعا. نعم معالي الوزير تحدث عن مشروع ضخم ميناء الصيد البحري، كيف تتهيئون للاستفادة من هذا الميناء ولتشغيله بطاقة جيدة؟ طبعا احنا كنا على علم بهذا المشروع، وقامت الشركة بتزويد الوزارة الزراعة والثروة السمكية باحتياجاتها ومراسيها واحتياجات العبارات، لكن اليوم من خلال هذا الحدث الحمد لله لمسنا ان هناك خطوات كبيرة يعني تم انتهاء منها، وهي مرحلة طرح المناقصة ومن خلال البداية اللي عرضها معالي، واعتقد هذا خبر جميل وجيد بيساعدنا نحن ايضا، خاصة عندما ترى ان هذا المرسى الحالي هو مرسى تابع لوزارة الزراعة والثروة، تابع لوزارة النقل والاتصالات، مرسى الصيد البحري امامنا اللي تابع لوزارة الزراعة، فلو تلاحظ حوالينا كلها قوارب الصيد وهي مفروض السواحل مكتظة بالحركة بحركة. أستاذة سمتة، المحور الأول سأخصصه عن المجلس البلدي بوصفك عضوة وربما أول عضوة في جزيرة مصيرة تمثلين المجتمع هنا في محافظة شمال أو جنوب الشرقية، ما هي أهم المشروعات المطروحة على جدول أعمال المجلس البلدي فيما يخص ولاية مصيرة؟ في البداية أرحب بكم في ولاية مصيرة، وأهلا وسهلا بكم وبالطاقم المتواجد في الولاية. بالنسبة للمجلس البلدي يسعى جاهدا للرقي بولاية مصيرة في مجالات متعددة وبالمرأة خاصة. نعم طيب، يعني هل هناك مشاريع محددة ربما طرحتموها في النشاط السمكي، في النشاط العمراني السياحي في المجلس البلدي ربما ستؤتي ثمارها قريبا في الجزيرة؟ هل طرحت أي مشاريع أمام المجلس عن الجزيرة عن مصيرة؟ نتكلم عن المشاريع اللي موجودة أصلا في ولاية مصيرة تخص المرأة، تدخل معك في هذه النطاق. المشاريع التي تخص المرأة في ولاية مصيرة متعددة، مشاريع في جمعية المرأة العمانية تبنينا مشاريع تنمية المرأة الساحلية، هذا المشروع يخص وزارة الزراعة والثروة السمكية، قامت بتدريب العاملات فيه وتهيئتهن جزاهم الله خير وتوفير منافذ تسويقية، بعد ذلك لم يتم توفير مقر لهن، ونطالب ونناشد الوزارة بأن يتم توفير مقر للقائمات في المشروع لاستمرارية المشروع. أيضا في مشروع مشق الألبان بدعم من سرب من دعم من شركة السماد، وهو متواجد في الولاية والقائمات عليه بنات الولاية، ومن أجل الاستمرارية نتمنى توفير مقر أيضا. نعم طيب سمتة، يعني كيف تعمل المرأة هنا في جزيرة مصيرة على نفسها لمزيد من التمكين في العمل الاجتماعي، العمل الاقتصادي، العمل التوعوي، وكيف يساعدها المجتمع على هذا التمكين؟ المرأة في ولاية مصيرة بحكمها قيادية، بطبيعة الولاية هي أصلا قيادية، طبيعة حالها هي قيادية، فالحمد لله المرأة في مجالات متعددة، بتحصل المرأة في المجال التجارة، انخرطت في مجال التجارة منذ قديم الزمن، وازداد الحمد لله بعد المكرمة السامية لحضرة صاحب الجلالة التي أولاها للمرأة بتخصيص يوم المرأة 17/10 يوما للمرأة العمانية، هذه بحد ذاتها أعطى المرأة حافز ودعم أنها تكون غير، تكون مبدعة متألقة أكثر من هي، فبتحصل بنات الجزيرة خاصة في كل المجالات العلمية، منها الطبيبة، منها المهندسة، منها ممرضة، صيدلانية، في كافة القطاعات وفي جميع المجالات، تجارة، المجال السلك في الشرطي، في سلاح الجو، في عدة مجالات متعددة. نعم، هل بدأت تقيم مؤسسات خاصة بها المرأة هنا في الجزيرة؟ توجد مؤسسات خاصة كصاحبة عمل؟ أيوة توجد مؤسسات خاصة، مثلا عندك شركة النجعلية القائمات فيه امرأة، المديرة امرأة، أيضا في محلات تجارية القائمات فيها أصحاب المشاريع بنات خريجات ثانوية عامة مستمرات، وهي ناجحة فيها، ناجحة ومستمرات لله الحمد. سعادة الوالي أعود إليك بوصفكم عضوا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، الاستراتيجية الآن هي في مرحلة الإعداد والصياغة، ويتزامن بث هذا البرنامج مع زيارة فريق الاستراتيجية إلى مصيرة، ما هي ملامح هذه الاستراتيجية فيما يخص جزيرة مصيرة؟ حقيقة الأمر أنا أود أن أشيد أيضا بجهود المجلس الأعلى للتخطيط حقيقة، وأولى اهتمام كبير بهذه الجزيرة، واللجنة التي شكلت حقيقة الأمر أيضا هي لجنة جاءت لوضع تصورات لاستخدامات الأراضي السياحية والبيئية والسكنية التجارية وغيرها من الاستخدامات الأخرى،
مثل ما ذكرت أخي عبد الله، الآن اللجنة بدأت بالمحاور الأولى وهي تقييم الوضع الحالي القائم في جزيرة مصيرة، ومن ثم دراسة أيضا المنهجية كيفية إعادة التخطيط لهذه المواقع والاستخدامات على مستوى الجزيرة. ومثل ما ذكرت هناك يعني أنشطة كثيرة أخي عبد الله، السياحة لها دور وكذلك البيئة أيضا لها محمياتها. مثل ما تعرف أيضا جزيرة مصيرة أحد الجزر التي تحتوي على سواحل لتعشيش السلاحف، وبالتالي ضمان أيضا هذه الثروة الوطنية وأعداد هائلة من الطيور أيضا. نعم، وكذلك محمية الطيور والحياة الفطرية. نعم ما في شك. وأيضا نظرت هذه اللجنة على أنه إعداد هذه الدراسات لا يتأتى إلا على أرض الواقع، وأنت أشرت حقيقة الأمر أن حاليا نحن نعايش فريق ميداني يعمل على تحديد المحميات الطبيعية، ومن ثم الانتقال للمرحلة الأخرى وهي كيفية ممكن تحديد أيضا الاستخدامات السياحية والبيئية والسكنية ومختلف أيضا الاستخدامات الأخرى التي قد تثري جزيرة مصيرة مستقبلا إن شاء الله. نعم. في ضوء يعني التعاطي مع متطلبات الاستثمار وتحريك اقتصاد الجزيرة سياحيا، وبين المعايير البيئية، ما هي المرونة المطلوبة فيما يتعلق بموضوع والله الاشتراطات؟ والله حقيقة أخي عبد الله هذا سؤال مهم جدا في حقيقة الأمر، ونحن نعول كثير على هذا الجانب، ونرى أنه من رؤية اقتصادية أتفق مع أخ الشيخ عبد الله أنه يعني إحنا محتاجين أيضا لإعادة النظر في بعض الأمور. جزيرة مصيرة بحكم أنها جزيرة، وبالتالي مثل ما ذكرت في بداية حديثي، هي موقع الجغرافي يعني يميزها أيضا عن أخرى المناطق أو القرى الجزر الأخرى أو الجزر الأخرى، وحتى يعني المواقع السياحية الولايات الأخرى، أنه فرص الاستثمار وأيضا التنسيق الربط بين البيئي والسكني وأيضا الصناعي في ذات الوقت. نحن محتاجين أيضا هناك تسهيل لهذا الجانب، لكون أن الأراضي في والسواحل في جزيرة مصيرة تحتاج إلى ميزة فريدة، كونها أراضي بكر أخي عبد الله وطبيعة بكر، محتاجين الآن في وقت الحاضر. وهي جزيرة واسعة. جزيرة واسعة. نعم. ولكن أيضا أنا يعني أعول على هذا الجانب لأسباب كثيرة، لأنه التخطيط العمراني المتسارع والارتباط الوثيق أيضا في الجانب البيئي قد يعيق بعض المشاريع. وحقيقة الأمر التنسيق مطلوب في هذه المرحلة حتى ننتقل الاستثمارات. هل جاري نقاش لتسهيل هذه الإجراءات؟ أنا في اعتقادي أخي عبد الله أنه عذرا عن المقاطعة، انه هذه اللجنه شكلت وحقيقه لجنه ايضا لها ايضا صبها الاعتباريه، وبالتالي نرى انه اللجنه ستمر بمرحله من المراحل الهامه للجزيره، تسويق، استثمار، تسهيل، تبسيط، واعاده النظر في بعض المواقع. وايضا ربما كثيرون من المهتمين يطرحون بان حتى المحميات تعتبر مرفق استثماري أيضا. صحيح. ممكن الاستفادة. صحيح. من استغلاله. هذا حقيقة الأمر يعني في خطة اللجنة القادمة نحن نستعرض في الولاية كذلك مع المشايخ والرشداء والجهات الأخرى الداعمة كالإسكان والبيئة. وحقيقة الأمر وضعنا الآن يعني في اعتبارنا أنه كيف ممكن نستخدم أو نستغل المحميات كتكون مزار سياحي، وبالتالي المواقع الآن في المرحلة القادمة ستخصص وتحدد. إذا وصلنا أو عدينا هذه المرحلة نصل لمرحلة كيفية إدارة هذه المواقع. وحقيقة شاهدت أنت الآن ولاية مصيرة ونسبة السواح والأشغال الموجودة عالية جدا، وأنا حقيقة يعني أضم صوتي لصوت الأخ مهدي أنه بالفعل نحن محتاجين استثمارات. أنا أدعو حقيقة من هذا المنبر وهذا أيضا البرنامج أن المجال مفتوح للاستثمارات، أهلا وسهلا، نحن نرحب، وبالتالي التسهيلات اللي الآن تعمل لها وسيرقى كل التسهيلات ما في شك. لا. وزارة السياحة من جهة وأيضا المجلس على التخطيط، المجلس على التخطيط حقيقة يعني جهود مقدرة، وأيضا بدأ أن يلمم الإجراءات السابقة ليجمعها في قالب واحد وتكون هناك دراسة منهجية أيضا. هذا هو مرتكز أساس في برنامج تنفيذ أيضا تسهيل الإجراءات وتبسيط وتقييم الوضع الحالي وتوحيد الجهود. صحيح. من أجل والتنسيق. نعم. العام. نعم. طيب هل أمامكم الآن من خلال متابعتك والي الولاية مشاريع جديدة في الاستثمار السياحي مطروحة الآن أمامكم أو أمام المجلس البلدي ربما؟ نحن نقول أهلا وسهلا. لا. في البداية، وبالتالي الأراضي الآن واضحة والمساحات الشاسعة موجودة والبنية الأساسية متوفرة وهذا عامل مهم أخي عبد الله. نحن الآن تكلمنا عن محطة توليد الطاقة. هذه المحطة ستغذي أجزاء كبيرة من السواحل في الجزيرة،
كان في السابق الوضع على مقتصر على مركز الولاية والمدينة، ومن ثم انتقل لمرحلة أخرى للتوسع العمراني وأيضا التوسع الحكومي. نحن الآن نمتلك مستشفى جديدة، وهذه المستشفى يعني في موقع أيضا خرج عن محيط مركز الولاية إلى موقع أيضا هام يضم الجنوب إلى الشمال إلى الشرق إلى الغرب الجزيرة. بات الآن جلي بالنسبة لأخي عبد الله، فرص الاستثمار لا تتأتى إلا بأمرين: أولا قضية تسهيل الإجراءات، وهذا شيء عامل مهم، وثانيا أيضا التسهيل الآخر البيئي، لأنه الآن نعتقد أنه بعض المواقع السياحية قد يعني تتداخل مع مواقع وبيئة قد يعني تمس أيضا مواقع بيئية، وبالتالي التقييم الآن من اللجنة المشكلة لإعادة جدولة الأراضي وخصخصة الأراضي، إعادة التخطيط. نعم ما في شك. الآن الاستراتيجية اللي ذكرتها أخي عبد الله، الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية العمرانية أيضا، والمجلس البلدي في هذا الجانب نحن تابعنا يعني من خلال لجنة شؤون البلدية، ومثلنا أيضا هذه الولاية في عدة اجتماعات على مستوى المحافظة، وجدنا أنه هناك بالفعل شغل شاغل في هذا الجانب. وأنا أرى أنه إعادة جدولة الوضع الحالي القائم وخصخصة بعض الأراضي وتحديد ملامح هذه الأراضي سيفتح آفاق أخرى أخي عبد الله للاستثمار، سواء كان من خارج الدولة أو داخل الدولة. نحن ندعو حقيقة، والقطاع الخاص بات الآن دول القطاع الخاص مهم جدا في هذا الجانب. لا ننسى حقيقة الأمر يعني الجهود المحلية على مستوى الولاية، هناك حقيقة جهود من كثير من الشباب العماني الذي يفكر في استقطاب هذه الاستثمارات على مواقع سياحية مختلفة في الجزيرة. نعم. طيب سعادتك يعني تابع رؤية اقتصادية مشروع الدراسة لجسر شنة مصيرة البري، علم أنها أحيلت من مجلس المناقصات إلى الوزارة المختصة وهي وزارة النقل والاتصالات، هل من مستجدات إضافية نمر عليها سريعا لهذا المشروع؟ حقيقة هذا المشروع كثير من المواطنين والأهالي يتساءلوا والسؤال عن الدراسة. نعم. وأطمأننا حقيقة الفترة الماضية أن الدراسة ربما عيدت من مجلس المناقصات مثل ما ذكرت إلى وزارة النقل كونها الوزارة المختصة بإنشاء هذا المشروع. الوقت الراهن نحن لا نرى شيء حديث حقيقة، لم نكون صريحين نوعا ما وشفافين في هذا الجانب، لأنه أصلا الأوامر السامية التي صدرت من مولاي حضرة صاحب جلالة كانت لدراسة إنشاء الجسر وليس إنشاء الجسر، وهذه أيضا لازم نؤكد عليها، ولكن ما يعني لا يعني ذلك أنه وتم الاشتغال في الدراسة. وتم الاشتغال في الدراسة. نعم. الآن الدراسة مطروحة، وأنا حقيقة أثلق أيضا حديث معالي الدكتور حقيقة يعني وزير الزراعة والثروة السمكية أنه هناك فرص الاستثمار، فيعني ما المانع أن يكون الاستثمار يعني خاص لهذا الجسر، وباعتقاد أنه يتفق معي أخي الشيخ عبد الله أن هذا الجانب يعني يعول عليه كثير من الأهالي، أنه الجسر سيغير من ملامح الحياة في الجزيرة، وأيضا سيسهل الربط المباشر. نحن لا ننكر جهود حقيقة شركة وطن العبارات تقوم بدور كبير رائد يعني تسيير هذه الرحلات والعبارات الأخرى تسيير رحلات في ظل الظروف الحالية، في ظل الاستثمارات، في ظل الاستقطاب. نحن نرى أن وجود الجسر أيضا عامل مهم، ما في شك أن الدراسة قيد الدراسة وقيد الاستشارات، ولكن نحن ربما الظروف المالية لكن هناك بدائل مرتبطة. نعم. بالبحث عن مستثمر. ما في شك. لحين اتضاح رؤية تنفيذ الجسر سعادتك، يبقى الميناء الذي تحدث عنه مع الوزير. صحيح. وأيضا المطار الشريانين الرئيسيين للانتقال. نعم. من وإلى الجزيرة. نعم. مشاهدينا الكرام، نتوقف عند هذا القدر في الجزء الأول من حلقة مصيرة جزيرة الفرص الاقتصادية، ونستكمل هذا اللقاء من على جوهرة مصيرة في حلقة الثلاثاء المقبل، فنرجو أن تكونوا على الموعد. وها هو رؤية اقتصادية، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.